الرحمن الرحيم. طلبة الصف الأول الثانوي الأعزاء، مين الغاز اول اكسيد الكربون على اساس ان هو غاز غير ثابت؟ احنا بنديك معلومات نقول لك احسبي من خلال هذه المعلومات. خد بالك من المثال ده، احنا مثال في المدرسه. مثال واحد، توجدي حراره تكوين غاز سي او اللي هو طبعا اول اكسيد الكربون من المعلومات الاتيه، او بقول لك بدلاله المعدات الاتيه. المعدات بديك هنا مثلا ايه؟ ساعات بديك معدتين، ساعات بديك ثلاثه، ساعات بديك اربعه. انت خايف تعمل حاجه كتير جدا على الموضوع ده. هتقف في الامتحان هيجيب لك مصاري يا اما بتاع اول سي كربون ده انت بتكتبه دلوقتي، يا اما في مصاري بتاعت الميه اللي عندك في الامتحان. ما تعرفش تو او ماشي؟ دي هنعملها بالطرح، الثانيه هتبقى الجامع. يعني تعتمد المساله على جمع وطرح المقادير الجبريه. انا هوريك دلوقتي تعرفها ازاي. ماشي؟ المعلومات دي هنا بتديك، قال لك اول حاجه ايه؟ واحد سي زائد O2 سهم هيدينا CO2 كوما الثانية هنا دلتا H1 دي بتمثل حرارة تكوين ثاني أكسيد الكربون اداني مثلا في سالب 393 من 5 من 10 كيلو جول لكل مول. بعد طبق الطن قال لك المعادلة الثانية اللي هو اداها لي، قال لك اداني المعادلة دي اللي هي حرارة احتراق أول أكسيد الكربون اداني هنا CO بلس نص O2 هو ده الوزن سهم هيدينا CO2 كوما وبالتالي هنا دلتا H2 بتساوي سالب 283. احنا بنجيب الارقام دي طبعا 2 من 10 كيلو جول لكل مول. طيب هو ده كنت بتديني المعطيات اللي هو اداها لي خلاص. بنكتب طبعا الحاله الفيزيائيه بالدرجه، يعني الكربون ده اس، الاكسجين جي، ثاني اكسيد الكربون غاز برضه جي. هنا اول سي كربون جي حاله فيزيائيه طبعا هي ساعات محتاجها تكون مهمه جدا طبعا. ايه الموضوع بقى؟ هو عاوز حراره التكوين ده لازم اول سي كربون. ببص على المعادلتين بشوف لو كان موجود في النواتج يبقى معنى كده ان انا لازم اخلي المعادله زي ما هي. اقصى حاجه مثلا ممكن اضرب معادله في اثنين معادله في نص لكن اجمع. لكن هو دلوقتي سي او فين؟ هل هو في النواتج ولا المتفاعلات؟ يعني محتاج يتنقل الناحيه الثانيه عشان الاثنين لازم اشارات تتغير، يبقى لازم اغير اشاراتي فانا كده اطرح. يعني لو لقيت الحاجه المطلوبه مني ماشي في المتفاعلات اعرف انت هتطرحي غالبا ماشي. يبقى انا هنا اقول ايه بالطرح؟ يعني انا عامل ايه بطرح اثنين لتحت من واحد، اروح لتحت من اللي فوق واحاول تطرحي راسيا اكنك تطرحي حساب بالظبط. يعني تعملي خط كده في حاله الطرح بقى في الجبر بنعمل ايه في المعادلات اللي انا هطرحها؟ في معادله فوق معادله تحتيها اللي تحت بعمل فيها ايه؟ عارفه كده؟ بغير اشاره. عند طرح المعادلات الجبرية يتم تغيير إشارات المعادلة السفلية مش العلوية خلاص؟ لازم تطرح أفقي على العرض هيلخبطني. يعني المعادلة دي هتغير إشارات كيف بتضرب في سالب واحد فهمتي؟ بس احنا ايه؟ بدل ما تضرب في سالب واحد والكلام من ده ايه؟ يتم تغيير إشارة المعادلة السفلية. يعني الموجب اخليه سالب والسالب اخليه موجب، الكلام ده بينطبق على كله لحد دلتا اتش. يعني انت بالنسبة لك هنا سي او موجب هيبقى ايه؟ سالب. نص او 2 موجب هيبقى سالب. سي او 2 موجب هيبقى سالب، دلتا اتش هنا في سالب ايه؟ فهمت الفكره؟ يعني بغير الشاطئ اللي تحت في الطرح هنا كده الطرح. قال لك بعد كده بكمل بقى في الطرح ما ينفعش اطرح الا زي ما هتبقى شايفين بالظبط. يعني ابص الاول لحد الاول سي اللي تحت زيه ولا مختلف؟ يبقى نزله زي ما هو سي اللي زي ما هي دي معادله رقم 3 اهي سي تحت سي او مش حاجه زيه تحت سالب سي او. هنا قال لك موجب او 2 وسالب نص او 2 يساوي جنب زي بعض، يعني يجوز اطرحهم او اطرحهم من بعض. موجب O2 وسالب نص O2 يساوي كام؟ موجب واحد ماشي وسالب نص يساوي كام؟ نص بالموجب ولا بالسالب؟ لا بالموجب. بص دي موجب دي كام؟ مش واحد؟ ما هو O2 ده يعني واحد. طب ما تمشي الواحد قال لك وده نص نص ده كلمه سلبطه انا ضربتها هنا موجب O2 وسالب نص O2 نفس الرمزين. يبقى انا بنزل الشرط الكبير واجمع جمع عبري عادي جدا بان انا حاسبه واحد ناقص نص يساوي نص بالموجب ماشي. قال لك بكمل بعد كده سهل هنا بص سي او 2 وتحت سالب سي او 2 يعني س ناقص سي يساوي كام؟ ايوه صفر. اكن هو طرح س ناقص س 5 ناقص 5 بعدين ده نفس الرمز واشاره مختلفه بغيرها مع بعض. السي دي هل زي دي؟ لا طبعا. ده عنصر اولا ده مركب
فهمتي؟ انا ما اجمعش اقطع الاوتوبيس مع بعض بالظبط. اوكي؟ قال لك بكمل دلتا اتش، قال لك بعمل كده دلتا اتش 3 يساوي. قال لك انا هنا بقى ايه؟ اما اشتغل بالاله الحاسبه او يدوي. انا بالنسبه لي اشتغل يدوي، ممكن اعمل بالاله الحاسبه. بس انا لما اشتغل يدوي هعمل ايه بقى؟ هنزل الشرط الكبير هنا. الفكره هيبقى ثاني. عشان ده اللي هو الجين اكبر. قلت له انا ما اعرفش اعمل كده، ده الحاسبه. اكتب يساوي كذا زائد كذا، مش مشكله. عادي جدا يعني. بس انا بقول لك انا ممكن تفهم، بقول لك مش انا حاسبه. هتطرح ازاي بقى؟ تقول هنا ايه؟ 2 من 5 3. يا احنا ايه خدمه يا فندم؟ انت عاوزها بس اسمع معايا. 3 من 3 كام؟ مفيش. زيرو. 8 من 9 1. 2 من 3 1. يبقى انت عندك هنا اعملها بقى على الحسبه كده وشوفي اطلع لك كده. اللي معاها على الحسبه. سالب 3 من 3 عشان تتفاعل درجه الحراره. قال لك اهم حاجه ده كيلو ايه؟ كيلو جول لكل مول. هنا بقى المعادله محتاجه تعديل. لازم يكون عندي متفاعلات ويكون عندي ايه؟ نواتج. قال لك انا كل ده اللي هعمله هجيب ده بس ده. عشان الاشاره بعكس الاشاره. قال لك تبقى المعادله الرابعه الاخيره بقى بصي هتبقى كده. قال لك يبقى انا عندي سي هتنزل زي ما هي. ده مش هكتبه هنا، هعمل بقى زائد نص او 2 سهم اي اوف تي سي او بشرط مضاربه المره دي، وهنا دلتا اتش نوت اللي هي اف ترانسفورميشن بتساوي سالب 110.3 كيلو جول لكل مول. قلت لك هكتب حرف زي ده اس، وهنا جي، وهنا جي. قال لي دي كده اسمها ايه؟ حراره تكوين غاز اول اكسيد كربون. يعني دي كده ممكن تبقى الجزئيه بتاعت خلاص في كده ايه؟ ايه ده ايه؟ نفسي حراره تكوين سي او القياسيه. القياسيه مقصود بمول واحد يعني عشان حطيت الابيض. بضرب المعادله واحد في نعملها بلون اسود نص. هضرب المعادله رقم واحد في نص. لما اضرب دلوقتي نص في 2 بكام؟ يبقى انا عندي هتنزل لي بقى المعادلات اللي هتبقى كده. اتش 2 ودي هضربها برضه في نص. يبقى زائد انا بتكلم عن المعادله الاولى اهي، يعني دي كاني بنزلها هي هنا اهي. سهم دي في نص هي كمان. نص في 2 بكام؟ يبقى اتش 2 او. دلتا ايه؟ ب 80 كيلو جول. يبقى انا كده المعادله اتمرطها في نص. هنزل بقى المعادله الخضراء دي، هنزل دي هنا بقى. هتبقى دي كانها معادله 4. زي ما هي هتنزل. اتش 2 او زائد نص O2 سهم فيعطي H2 O2 دلتا H كانت 2 خلال 2 زي ما هي بتساوي موجب 33.4 كي جي. قلنا هنعمل كده بالجمع. بص زي الجمع مش هغير شروط، هنزل زي ما هي من غير شروط. بس هراعي حاجه بقى، انا عندي هنا دلوقتي هنا المعادله هتبقى رقم 5 اهي. هنا اتش 2 هتنزل زي ما هي. لو طلع شغل في الرياضه ممكن اعطيه غير من هنا. بس طبعا ما وصلتش نص في الرياضه، عارفين الكلام ده. عادي مش مشكله، هننزل كله. دي في حاجه زيها هتنزل زي اتش 2 زائد نص ونص في الموجب يبقى كام؟ واحد. واحد او 2 يبقى هعتبرها كده او 2 نص او 2 نص ها؟ ودي مزيدة هنجمع. جمع نص ونص يبقى واحد. انت الفكرة عشان كده بقول لك مش هغير شروط. قال لك سهم هنا اتش 2 او دي زيها مختلفة طبعا. يبقى نزلها زي ما هي اتش 2 او. زائد اتش 2 او 2 قال لك تنزل زي ما هي. ماشي كوما دلتا اتش 3 هتساوي. قال لك مجمع جمع جنب بقى ده مع ده بقى اللي حاسبه. معايا سالب 285 ماشي زائد 33.4 يطلع كام بقى؟ يطلع سالب كام؟ سالب 251 على 6 كي جي طبعا. قال لي طيب المعادله دلوقتي عايزه تتعدل، لازم برضه تعديل المعادله. يعني ايه تعديل؟ يعني ايه بقى؟ اي حدود متشابهه في الطرفين غيرهم مع بعض. قال لك اللي زي بعض في الطرفين مختلفين غيرهم هنا كده. قال لك انا عندي اتش 2 اهي وزيها واحده هناك ايه؟
الوضعيه بس محتاج يكون واحد طرح مختلف. فهمت الموضوع؟ قال لك المعادله الاخيره هتبقى كده H2 زي O2 بلس O2 هيدينا H2 O2 كوما دلتا H F هتساوي طبعا دي نوت رقم واحد سالب 251.6 كي جي. الاختيارات عندك الاختيارات في المسألة دي تكوين H2 نفس الفكرة. يعني انت ممكن تحل الرجال ممكن تحل الدار. في مسألة بقى هو عامل عليها دوائر هنا كده. الواجب هنا حل أسئلة كتاب مع تحيات أخوكم بص مش كتاب 15/3/2022. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.